الخبر الأول اللي عادنا عن ماريانا وردها على ياسو أو على جمهور ياسو اللي اتهمها أنه جالس تقلد ياسو ورايدر بالفترة الأخيرة. فماريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات ترد بيها على ياسو والانتقادات اللي تجيها. بالنسبة للناس اللي عم تحكي أنا عم بقلد، وأقسم بالله العظيم ممتابعة حدا، وأقسم بالله العظيم بعدين أنا بالفيديو تبعي عم أحكي أنه أنا كنت بالمشفى وشاركت ستوري. تذكروا قيمه اختي شاركت الستوري قديش صار لهي القصه؟ لسه ما كان حدا منزل شيء على قنواته ترى، يعني لسه ما كان حدا ناشر شيء. يعني انا دخلت طلعت على التواريخ وعلى الوقت، ترى في شيء اسمه صدفه يعني انه ما بعرف انتم كيف بتفكروا. يعني شوفوا انا شو حكيت بفيديو، قلت انا كنت مريضه. اوكي بالنسبه للمقاطع يب ممكن تكون فعلا صدفه، ولكن بالنسبة انه انت مجالسة تتابعيهم اتوقع انه هذه كذبة ومو حقيقة، لانه كان فعلا كلامي صحيح ما كان نزلتي بحسابك الانستغرام رد على ريدر وياسو لما نزلوا ديستراك كرنفالي عليك، فاكيد انت سمعتها على الاقل. طبعا ما يعرف على شنو داحكي انا يروح يشوف هذا المقطع حكيت بيه الموضوع، ما ادري صراحة، اكتبونا رايكم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن وسام تيكت وبيسان تيكت وحقيقة العلاقة اللي ما بينهم. فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه انا عملت التصويت وقال اغلبكم احكي عن القصة، فلهذا يوم السبت راح يسوي مقطع ويحكي القصة. بعدها واحد من المتابعين قال له انه انا حاسس العلاقة ما بينكم حب او خطوبة او زواج يعني غير عن باقي الفريق، فيرد عليه وسام انت هيك بتحس؟ فهل من الممكن ان تكون العلاقة ما بينهم فعلا خطوبة او زواج؟ ما ادري صراحة، خلينا ننتظر المقطع، فروحوا اشتركوا عند قناة فافانابولي وانتظروا المقطع واكتبوا لنا توقعاتكم بالعلاقة ما بينهم بالكومنتات. الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي وليش هي معصبة وفرحانة بنفس الوقت. فنارين نزلت على حسابها بالإنستغرام ستوري هي فرحانة بي انه راح تتعلم السياقة وراح تاخذ رخصة السياقة. شوفوا الستوري. جايز حذروا مين اجا يطالع شهادة السواقة. جايز اجيت اليوم على جلداري موتور درايفنج سكول، كتير متحمسة. جايز رح يصير سوق، رح يصير عن السيارة. So, وبالنسبة لشي معصبة فنزلت ستوري ذا تعلم بي الرقص وجالسة تسوي الحركات غلط، فشوفوا الستوري هذا. الخبر العسري اللي عدنا عن محمد جواني وليش هو معصب. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام ستوري يقول بي انه هو متضايق ليش انه مدى يوصل اشعارات على اخر فيديو له، فراح اخليكم الستوريات تشوفوها. عدلي ياكم يا رب حبايبي، في شغله كمان متضايقتني من جوا، نزل واحد ما شل على اليوتيوب ما بوصل اشعار لكم. امبارح نشرنا فيديو روحوا شوفوه يا جماعه، ارفعوا شرفوا روحوا شوفوه، حطوا لايكات والله يسعدكم وبحبكم. اي لاف يو I love you. يرحم وبس والله لهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة خلينا نوصل 150 ألف بسرعة وقت. وبس مع السلامة.